السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن المعهد الفني الصحي، هنتكلم عن التنسيق، وهنتكلم كمان هل المعهد فعلا بيدي قبض وممكن انت تقبض وانت في المعهد. ده اللي هنعرفه من خلال الفيديو النهاردة، فما تنسوش اللايك الشير الاشتراك في القناة عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. طبعا في طلاب كتير قوي بيبقوا عايزين يلتحقوا بكلية التمريض وما بيكونش عندهم الشروط اللي تأهلهم ان هم يدخلوا كلية التمريض. في حاجة تانية اسمها معهد فني صحي، اللي هو المعهد اللي هنتكلم عليه النهاردة، هيحقق لك المعادلة دي ان انت تقدر تدرس وتمارس مهنة التمريض من خلال الالتحاق بيه. طبعا هنتكلم عن شروطه 2023-2024 للعام الدراسي الجديد، والدراسة فيه كل حاجة. اول حاجة، المعهد الفني الصحي ده معهد تابع للحكومة، بيدي الطلاب شهادة دبلوم بتخليه يشتغل في المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية الخاصة سواء في مصر أو في دول أخرى. تم اعتماد المعاهد الفنية الصحية من قبل وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة السكان، وبيتم توفير فرص عمل في مستشفيات ومراكز حكومية طبية بعد الانتهاء من الدراسة وإكمال فترة التدريب المطلوبة. في المعهد كمان بتكون الدراسة سنتين، بيبتدوا معاك 6 شهور تدريب وبعد كده بتكمل دراستك، وكمان بيكون في 6 شهور تدريب بقى في المستشفيات تحت إشراف المعهد نفسه للحصول على الخبرة الكافية، وبيديك شهادة دبلوم فوق المتوسط. في الدراسة في المعهد بتكون باللغة الإنجليزية. ومعهد فني صحي بيتم الدراسة بالجمع بين الجانبين، الجانب النظري والجانب العملي، والدراسة بتختلف بقى حسب التخصص. طيب ايه هي شروط القبول في المعهد الفني الصحي؟ اول حاجة ان يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة المصرية او شهادة اخرى معترف بيها او تعادل الثانوية العامة سواء كانت اجنبية او عربية. كمان يتم قبول الشهادات المصرية التالية من قبل المعهد، وكمان ممكن الحاصلين على دبلوم التجارة قسم إدارة أو تسويق وقسم الكهرباء وإلكترونيات في دبلوم صنايع بيتقبلوا. كمان تاني حاجة إن الطالب ما يكونش عمره يكون عمره ما بين 16 و22 سنة كحد أقصى، ما يكونش أقل من 16 سنة. كمان بيتعين على جميع الطلاب المتقدمين اجتياز الاختبار الطبي اللي بيعمله المعهد. كمان لازم الطالب يكون متفرغ للدراسة بشكل كامل. كمان لازم يكون المتقدم حاصل على درجات التنسيق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني الصحي وفقا لمكتب التنسيق. طب ايه هي تنسيق المعهد؟ تنسيق المعهد كان التنسيق بتاع العام الماضي كان معهد فني صحي طنطا كان واخد من 97.6، ومعهد فني المنصورة كان واخد 97.6، ومعهد فني صحي جنوب الوادي كان واخد من 96.7، والزقازيق 96.3، الاسكندرية 96.2، إسماعيلية 96.3، بني سويف 95.6، أسيوط 95.5، سوهاج 95.5، أسوان 95.1. كمان في نقطة مهمة، إن المعهد بيقبل الطلاب علمي علوم، دي نقطة مهمة جدا. وكمان هنتكلم عن المعاهد الصحية اللي موجودة في مصر. في طبعا في طنطا، وفي في المنصورة، وفي في امبابة، واسكندرية، والزقازيق، وبنها، بني سويف، بورسعيد، اسيوط، سوهاج، اسوان، اسماعيلية، جنوب الوادي. المعهد فيه اقسام كتير، في قسم شعبة فنية صحية، وفي شعبة تمريض. ده الفرقة الاولى. بعد كده الفرقة التانية بيبقى فيه فني اسنان، فني تغذية، فني بصريات، فني تمريض، فني عظام، تخدير، رعاية، فني أشعة وتصوير كلي، فني تصنيع دوائي، فني مختبرات طبية، يعني كل حاجة ليها علاقة بالتمريض والأشعة والطب. في إرشاد وتثقيف صحي، في مختبرات طبية، في تسجيل طبي، في رعاية حرجة، في مراقب صحي، في صيانة أجهزة طبية، في فني أطراف صناعية وأجهزة تعويضية. يبقى كل حاجة هي تخص المعهد الفني الصحي. وتقدروا طبعا لو ليكوا اي سؤال تروحوا المعهد وتستفسروا على اللي انتوا عايزين تسألوه بحيث ان انتوا تستفادوا اكتر. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو ليكوا اي سؤال اكتبوه في التعليقات، ما تنسوش اللايك الشير اشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.